مين بقى اللي علمك عربية؟ اتعلمت فين بالظبط؟ علمت زي ما بتقول تحت كوبري. اللي هي الديلي لانجوج بتوين اس اول ذا تايم. اه. يو تيتش ات فروم اول ذا ايجيبشن. اه بالظبط. ان ذا يونيفرستي ان ذا ستريت ان ذا ايفري ثينج. لا بس عايز تحت الكوبري دي شقاوة وحشة. شقاوة مصر دي فين يا جدع؟ لا بص عايز اقول في مدرسة معينة اسمها نرمين حسن سيد وهي بجد يعني مدرسة جميلة جدا ومدرسة مفيدة جدا بالنسبة لي. أنا بدأت الدراسة معها في 2014 وده يعني الطريقة أنا تعلمت عربي باللهجة المصرية. يعني طبعا أنا بدأت الدراسة في الجامعة بس إحنا درسنا اللغة الفصحى صح؟ Modern Standard Arabic كده. فأنا لاحظت أنه أول مرة أنا جيت مصر اللغة الفصحى ما ينفعش خالص. يعني أنا كنت مش قادر أكلم مع الناس في الشوارع. أنت عايز الديلي لانجوج. آه. اللغة اليومية العادية. بالضبط بالضبط. ودلوقتي أنا أكتر متمكن في اللهجة المصرية من الفصحى. تكلم أحسن مني، أعمل لك إيه بعد؟ عايز إيه تاني؟ لا.